صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط بأن ملف الأمن الغذائي يحظى بأهمية قصوى من جانب الحكومة خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي. أكدت المشاط على أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين على كل المستويات. وصرح وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني بأن الشراكة مع مصر تعكس الالتزام المشترك بدعم جهود الأمن الغذائي. أكد وزير المالية أحمد كوجك بأن مصر تعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية الحضرية من خلال تعظيم التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التنموية المختلفة، وذلك لتحقيق التوسع الحضري والمستدام والشامل. أوضح وزير المالية في لقائه مع أنا كلاوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أوضح أن التمويل المختلط يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الحضرية الشاملة، ويلعب دورا بارزا في التوسع الحضري المتكامل والمستدام على المستوى الإقليمي. من جانبها ذكرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتنظيم المنتدى الحضري العالمي، وأنه يتم العمل على تطوير نظام مستدام جديد للمدن بما يسهم في زيادة التنافسية ويدعم الجهود التنموية المختلفة. يتوجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لبدء ثالث جولاته الأوروبية، وذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات رسمية مع ممثلي المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من جهات الأعمال الأوروبية والبلجيكية من خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي ينظمها مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في بروكسل. هذا ومن المقرر أن يلتقي الخطيب المفوض الأوروبي للتجارة ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي بصفة عامة ومع دولة بلجيكا بصفة خاصة. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بدعم من تخفيضات أوبك بلس والغموض بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن التوقعات بوفرة المعروض في العام القادم شكلت ضغطاً على الأسعار. أما على صعيد التداولات فتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.05% لتصل إلى 74 دولار و21 سنتا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.04% ليحقق 70 دولار و61 سنتا للبرميل. في الأثناء انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى 2.18 دولار لللتر الواحد، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.6% لتسجل ما قيمته 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهر استطلاع للرويترز أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن تكون قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، بينما يرجح تراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقدر محللون في استطلاع جديد ارتفاع مخزونات الخام بنحو 2.6 مليون برميل في المتوسط الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام ارتفعت 5.8 مليون برميل لتصل إلى 422.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 2 مليون برميل. وقد توقع محللون تراجع مخزونات البنزين بنحو 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وانخفاض مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بنحو 2.4 مليون برميل.